واحد من اهم الارتيفاكتس اللي بتحصل عندنا في الاي سي جي هو الموشن ارتيفاكت. الموشن ارتيفاكت ده مش شرط البيشنت يكون بيتحرك حركه كبيره، ده ممكن يبقى من مثلا حاجه زي الريسبيريشن اللي هو الطبيعي جدا، ممكن يعمل لنا موشن ارتيفاكت. الحقيقه الاوريجن بتاع الموشن ارتيفاكت معقد جدا، بس الناس لقت ان هو بيبقى في معظمه يعني بيحصل نتيجه ل يعني تغيرات في العلاقه بين الالكترود وبين السكن. موستلي لما بيحصل ديفورميشن للسكن، لما بيحصل حركه، الحركه طبعا ممكن تسبب السكن ان هو يتشد او يعني يبقى ريلاكس اكتر شويه، وبالتالي بيغير الطبيعه بتاعه الانترفيس اللي بين الالكترود وبين السكن. فاي حاجه يعني اي حركه بتعمل لنا الديفورميشن او تغيرات بين الالكترود وبين السكن بتعمل لنا موشن ارتفاكتس. الحقيقه عشان يمينيمايز النوع دوت، الحقيقه الموضوع معقد شويه، وفي بعض الحاجات ممكن تبقى اكسبيرمنتال، يعني بتبقى حاجات مثلا هي الطرق بتاعت المينيمايزيشن بتبقى الناس لقت ان هي لما بتعمل حاجه معينه بتخلي الموشن ارتفاكت يبقى اقل. يعني مثلا ممكن الكلام ده يتعمل عن طريق الهاردوير، ان احنا نستعمل نون بولاريزابل الكترودز، دي بتحسن الموشن ارتفاكتس، بتقلل الموشن ارتفاكتس، لان البولاريزابل الكترودز بتبقى كاباسيتيف، وبالتالي الكاباسيتنس طبعا بتاثر كتير جدا بالديستنس بين البليدز بتوعها، فبيسكلي بتسبب ان الارتفاكت يبقى اكتر شويه من النون بولاريزر. ممكن احنا نحط جيل برضو بشكل كافي، ما هوش زياده وما هوش قليل، علشان نمينيمايز الديفورميشن اللي بتحصل، نمينيمايز الفروقات اللي بتحصل في السكين امبيدنس، ونخلي الانترفيس بين الالكترود وبين السكين يبقى as stable as possible. ممكن برضو الناس لقت لما تستعمل امبليفايرز الانبوت كارنت بتاعها قليل جدا، يعني اقل من 10 بيكو امبير فور اكزامبل، بتحسن برضو الموشن ارتفاكس، بتخليها اقل. برضو من المهم برضو ان احنا لو احنا بنستعمل مثلا ليدز، نحاول ان احنا نستعمل الليدز نفسها تبقى از لايت ويت از بوسيبل، يعني الكونكشنز والليدز والوايرز والحاجات دي كلها تبقى وزنها يبقى اخف ما يمكن، بحيث الحركه ما تسببش انها تعمل شد على الالكترود فتسبب مشاكل برضو ان هي تغير الطبيعه بتاعت العلاقه بين الالكترود وبين السكين. في طرق اخرى بقى بتحاول ان هي تمينيمايز الموشن نفسه، مش تمينيمايز الموشن ارتفاكت اللي في الاي سي جي سيجنال، لا بتمينيمايز الموشن عشان ما يبقاش فيه موشن ارتفاكتس من الاساس. في الطرق دي الحقيقه بنعمل ريستريكشن للبيشنت موفمنت، ممكن مثلا لو البيشنت صحته كويسه مثلا او يقدر ان هو يتعاون، ممكن نطلب منه ان هو يعني يعمل مثلا ياخد نفس مثلا ويستنى شويه، ما ياخدش نفس الفتره اللي بياخد فيها شويه قياسات. او ممكن مثلا في البيشنتس اللي هم ممكن يعني تعمل لهم سيديشن مثلا، ممكن يعني يبقى في مثلا يعني بعض الانواع من المهدئات مثلا هي تخلي البيشنت ما يتحركش كتير في اثناء فتره القياس. فبيسكلي بس يعني عامه يعني كل الطرق دي بتحاول ان هي تقلل الموشن نفسها علشان في الاخر ما يبقاش في موشن ارتفاكت.